أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثالث إن البعض إذا قيل له بدري كلمة استعجال أو استبطاء يقول بدري من عمرك، والعمر لا يعلمه إلا الله، فهل في هذا محذور؟ نرجو بيان ذلك والتنبيه. لا أعرف ما معنى بدري من عمرك، لكن قول بدري بمعنى مبكر، أنك مبكر في القيام أو في المغادرة المكان فلا بأس بذلك، أما بدري من عمرك هذه لا أعرف لها معنى. نعم.